عندنا مشكلة أننا دائما في حديثنا نأتي بجانب العظمة الربانية في القدرة، جميل، لكننا نتناسى الحكمة الربانية. ترى القدير حكيم ولا يؤخر من عجز ولا من بخل ولا من عدم استطاعة، لا لا لا، شوف خلي هذه الآية نصب عينيك إذا داهمتك الأزمات، ترى هذه فيها يقين عجيب. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ترى هذه الآية ما هي بس للتسلية وجبر الخواطر، لا، هذه يقين. الله الذي يحبك أخر عنك ومنع عنك، السؤال هل سترضى؟ رضينا يا ربنا، والله رضينا.